إلى الأرض. وهذا يسمى بتعميد الأركان. زي ما تفضل الشيخ الله يجزاه خير، خاصة في الصلاة الحقيقة أن فيها حاجات تجدها أحيانا تصيدها في مكان وأنت تخطي فيها. منها التسليم. قدام فترة كنا جالسين في مجلس وكان معنا رجل نحسبه والله حسيبه وغير سعودي، لكن أعطاه الله من الفقه في الصلاة. فرأى رجل يصلي، قال الرجل هذا خرج من صلاته قبل أن ينتهي. كنا كيف خرج من صلاته؟ قال هذا يلتفت قبل أن ينطق السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة. المفروض أنك ما تلتفت برأسك لليمين والشمال إلا بعد نطق السلام. هذه من الأخطاء اللي تقع أثناء الصلاة، لأن الركن هو السلام، ليس الالتفاتة. أيوة الركن هو السلام. أيوة السلام عليكم ورحمة الله. تلتفت يقدم الحركة على التفات سنة. نعم. وليس الركن، لكن الركن هو التسليم. فهذا من بعض اللي احنا ننبه عليه. الطمأنينة ما يمدي يصلي الأرض له راجع. الصلاة قيل لأن لها أكثر من 600 سنة. نعم. كذلك من تبعها وجدها، ومن تابعها وجدها، وكذلك. لكن المشكلة مثل اللي تحصل في الأركان، ما هو الحال في التكبير؟ بعض الناس من هو فعلا يجلس على كرسي، لكن جاي تمشي أنت من باب المسجد أو من بيتك إلى باب المسجد، أو نزلتها من سيارك إلى باب المسجد ودخلت إلى أن أصلت إلى الصف الأول وأنت تمشي واقف، فكان من باب الأولى أنك لا تكبر تكبيرة الإحرام إلا